وهذا سائل يقول: يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله بتفسير قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال: المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك، فما معنى هذا الكلام؟ هذا واضح، هذا قاله غير الشيخ ابن عثيمين، يقولون الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، وأما المعاصي التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة بعد التعذيب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،